مجموعة من الطلبة الأوائل على الكليات والمعاهد تجمعوا للمطالبة بحقوقهم، حيث أصدرت الأمانة كتاباً للمحافظات، الأمانة العامة في مجلس الوزراء أصدرت كتاباً للمحافظات بتعيينهم، والمحافظات تعذرت عن ذلك لكون الكتاب غير إلزامي كما تقول. أحد الخريجين الأوائل يتحدث عن هذا الموضوع في المقطع التالي، فلنتابع. السنوات 15 16 17 18، فكان الاول من حصه التعليم العالي، والثانيه كانت هاي الوزارات كنا حصه اختصاصه. فالامانه صدرت اوامر مباشره بالخريج الاول وتعين ومشت شغلته، فبقى الخريج الثاني والثالث نقل صلاحيات تعيينهم للمحافظات كافه، مجالس المحافظات. فاحنا بدورنا شنو اللي سوينا؟ رحنا راجعنا المحافظات، بس يعني هذا الحضور كله من مختلف المحافظات، كلهم راجعوا المجالس من المحافظات القادمه. كانت الاعذار والرفض هي متشابهه، نحكي اهمها انه طول المحافظه هذا الكتاب تعليماته غير واضحه، ما نعرف شلون نتصرف فيه، هو مجرد توجيه. مع العلم هو الكتاب اللي صدرته الامانه تقول الزام التعيين، حاجه جدا معنون، ايضا حاجه جدا صح. فاحنا نطالب الامانه العامه والسيد مجلس رئيس الوزراء باصدار اوامر مباشره للثاني والثالث وحل هذه القضيه اسوه بالطالب الاول. شكرا جزيلا. Yeah, that's so.